السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا وصلنا في الفيديو اللي فات للرول اللي هي 2 2S. النهاردة في الفيديو بتاعنا ده هنتكلم على الرول اللي هي R4S. الR هنا ممكن ترمز للرينج، اوكي، انه الرينج هنا 4S. فيها شبه كتير جدا من الرول اللي هي 2 2S، لكن مختلفة شوية. اولا الرول اللي هي R4S identify ايه؟ identify للراندم ايرور. الحاجة التانية ان هي بتستخدم within run، يعني عندك في يوم واحد مشيت ليفل 1 وليفل 2 اوكي في نفس اليوم، ولقيت انه الفرق ما بين التو ليفل عبارة عن 4S. هنا you can apply الرول اللي هي R4S. ازاي الشكل بتاعها بيكون على ال جي شارت؟ ده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. يلا بينا يلا بينا. هنيجي هنا بقى نشوف على ال LJ شارت الرول بتاعتنا اللي هي R4S. هنبدأ نشوف ليفل 1 وليفل 2 ماشيين ازاي. عند ليفل 1 اوكي بادئ كويس، وليفل 2 هنا اللي هو باللون الاسود ماشي برضو كويس في يوم الاول. اليوم الثاني برضو ليفل 1 برضو accepted، وليفل 2 برضو accepted. هنمشي لليوم الثالث، اليوم الثالث برضو ليفل 1 still accepted، وليفل 2 still accepted. نيجي لليوم الرابع هنبص نلاقي انه ليفل 1 طلع عندي 1 2S. الرول دي احنا اتكلمنا عليها في البداية وقلنا دي بتبقى warning اوكي لو مفيش اي violation لاي رول تانية، تمام؟ يعني لو فرضنا انه ليفل 2 ده طلع اوكي accepted، ممكن اكمل وامشي الران بتاعي عادي جدا. لكن هنيجي نبص هنا على ليفل 2، ابص الاقي ليفل 2 طلع هو كمان التاني 1 2S، بس الاتنين في فرق ما بينهم 4S. ودي الرول بتاعتنا، انه الفرق هنا ما بين ليفل 2 وليفل 1 4 1S. ادي 1S وادي 2S 3S 4S، يعني الفرق ما بين التو ليفل 4S. عشان كده بعتبرها دي الرينج ما بين التو ليفل عبارة عن 4S. هتقول لي ما دي فيها شبه لانه دي 1S ودي 1S، يبقى 2 2S. لو رجعنا للرول بتاعت التو 2S هنلاقيهم كانوا الاتنين على نفس السايد. يعني لو كان ليفل 2 هنا طلع على نفس السايد بتاع ليفل 1، يبقى اذا هنا كنا هنقول والله انه دي 2 2S. لكن هنا بصيت لليفل 1 وبصيت لليفل 2 لقيت انه في فرق ما بينهم 4S، فاذا دي ريجكشن، ودي بتعمل ديتكت للراندوم ايرور والفرق ما بينهم 4S. يبقى اذا لازم اعمل ريجكشن وابدا اشوف المشكله اللي عندي فين. شايف هنا انا عندي الرينج ما بين التو ليفل 4S، اعمل ريجكت وابدا اخد كوركتيف ايه اكشن، ماشي. وزي ما قلت هنا اهو دي ايدنتيفاي الراندوم ايرور، ولازم بتكون وزن الكرنت ران، والديفرنس عباره عن 4S بتوين الايه الكنترول فاليوز. الرول اللي بعد كده اللي هي 4 1S، والرول دي معناها انه عندي 4 بوينتس على نفس السايد اوت اوف 1SD، يعني 4 نقط نفس السايد وبره ال 1SD. ده سيناريو. السيناريو الثاني انه يكون عندي في ليفل 1 2 point out of 1SD
وعندي في ليفل 2 بوينت تانيين برضو اوت اوف 1 اس دي على نفس السايد، ده هيكون شكله ايه على ال جي شارت؟ تعالوا نشوف مع بعض ازاي ده ممكن يبان على ال جي شارت في السيناريو انه اربع نقط 1 ليفل على نفس السايد او 2 بوينت من كل ليفل على نفس السايد. يلا بينا يلا بينا. هنيجي نشوف دلوقتي على ال جي شارت ازاي الرول بتاعت ال 41S بيكون شكلها في التو سيناريوز اللي احنا اتكلمنا عليهم من شوية. هنيجي هنا نبص هنلاقي عندنا ليفل 1 هنا البوينت في اليوم الاولاني طالع ما بين المين والوان اس دي، في اليوم الثاني نفس الحكاية طالع ما بين المين والوان اس دي، اليوم الثالث طلعت اول بوينت برا الوان اس دي، تاني يوم البوينت التانية طلعت برا الوان اس دي، اليوم الثالث برضو عندي وان بوينت برا الاس دي. لحد هنا انت ماشي اوكي، صحيح كله وان سايد بس ستيل مفيش فيوليشن لاي رول عندك. هنيجي لليوم اللي بعد كده اللي هو اليوم السادس، هنبص نلاقي نقطة برضو طلعت برا الوان اس دي، بقى عندك كم نقطة برا الوان اس دي؟ ادي واحدة اتنين تلاتة اربعة، بقى عندك كم نقطة؟ اربع نقط برا الوان اس دي. طبعا ممكن تبقى هنا برا البلاس وان اس دي او تحت هنا برا الماينوس وان اس دي. يبقى انا عندي هنا بقى في ايه؟ في فيوليشن للرول اللي هي 41S، انه 4 بوينتس من ليفل 1 او ليفل 2 اوكي، انه عندي في ليفل من الكنترول عندي في 4 بوينتس اوت اوف 1 اس دي ماشي. فدي بعتبرها ريجكشن رول وببدا اخد الكوركتيف اكشن بالنسبه لي تمام، لانه عندي اربع نقط بره ال1 اس دي سواء بلس 1 اس دي اور ماينس 1 اس دي. هاجي بعد كده للسيناريو الثاني، ان انا عندي التو ليفل هبدا ابص عليهم زي ما هنا شفنا انه 4 بوينت متتاليين في 4 ايام متتاليه وبيكون جريتر زان ال1 اس دي وعلى نفس السايد، يعني الاربع نقط يا اما على البلس 1 اس دي يا اما الاربع نقط على الماينس 1 اس دي تمام. ابدا اشوف السيناريو الثاني، هلاقي انه عندي في التو ليفل هنا في اول يوم كان اوكي، ثاني يوم ليفل 1 وليفل 2 برضو ستيل اوكي، ليفل 1 في اليوم الثالث دي كانت اول نقطه ليه بره ال1 اس دي، ليفل 2 في نفس اليوم طلع برضو بره ال1 اس دي، بقى انا عندي هنا نقطتين بره ال1 اس دي. جيت في يوم 4 شفت ليفل 1 لقيته طالع برضو بره ال1 اس دي، بقى عندي كام نقطه بره ال1 اس دي؟ 1 2 3 اوكي ستيل مفيش مشكله. المشكله هتظهر امتى؟ لما بص على ايه ليفل 2 والاقيه هو التاني كمان طالع بره ال1 اس دي، بقى عندي كام نقطه هنا للتو ليفل؟ بقى عندي اربع نقط على نفس السايد بره ال1 اس دي. يبقى هنا برضو دي بعتبرها 41S وبيبقى عندي ريجكشن رول، هنا لازم اخد كوركتيف اكشن، ممكن يبقى على السايد ده او على السايد اللي هو بتاع الماينس 1S اوكي. يبقى انا ببص على التو ليفل اوكي، لقيت انه في يومين متتاليين اوكي عندي اربع نقط 41S، ودي بعتبرها ريجكشن رول وببدا ان انا اقف ما طلعش نتائج البيشنت واخد كوركتيف اكشن اوكي. والرول بتاعت ال 41S هنا تبدا تقول لي خلي بالك انه انت هيبقى عندك سيستماتيك ايه ايرور، احنا عارفين الايرور يا اما راندوم ايرور او سيستماتيك ايرور. هنا ال 41S بتبدا تقول لي انت عندك مشكله في سيستماتيك ايرور.
هنقف مع بعض هنا عند الرول اللي هي 41S عشان الفيديو ما يطولش معانا اكتر من كده، ونكمل بقيه الرولز في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. يا ريت نقدر نعمل سبسكرايب ولايك وشير علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الزملاء واللي يقدروا يستفيدوا بيه، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هنكمل بقيه الويست جارد رولز. شكرا جزيلا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.